بعدما استولى الأتراك العثمانيون على تونس سنة 1534 للميلاد بقيادة والي الجزائر خير الدين بربروس، هرب منها الأمير الحفصي الحسن واستنجد بشارلكان ملك إسبانيا، فلبى طلبه ونزل بأسطول عظيم بحلق الواد سنة 1535، فوقعت معارك ضارية بين الجيش الإسباني والجيش العثماني، وكانت الغلبة للإسبان، فأعاد شارلكان مولاي الحسن الحفصي أميراً على تونس بعد أن أباح لجيشه المدينة طيلة 3 أيام عاثت خلالها الجنود الإسبانية في منشآتها وخيراتها، وقتلوا الناس وأحرقوا المكتبات والمساجد. فأصاب التونسيون من هذا الاحتلال الغاشم التقتيل والتعذيب والهوان. يقول ابن أبي دينار في كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس: ولما دخل الحسن إلى القصبة واطمأن الناس وقعد كل صانع في صنعته وأهل الربع فتحوا ربعهم، دهمهم عدو الدين، فهجمت النصارى عليهم على حين غفلة والأسواق مفتوحة، فأخذوا ما فيها من الأمتعة وقتلوا أهلها وسبوا خلقا كثيرا، وفر الناس بعيالهم ممن قدر على الهرب. وقيل في هذه الواقعة أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث، وسمعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث 60,000